نظمت جمعية فضاء الضحى بالقنيطرة مباريات لكرة الحديدية التي شاركت فيها عدة مدن مغربية وبحضور عدة شخصيات سياسية ورياضية. متابعي قناة المغرب بريس، دائما نحن على المباشر في هذا العرس الرياضي في الكرة الحديدية. معنا فاعل جمعوي اللي تكلمنا على التظاهرة الرياضية بعد قليل. تفضل سيدي. اسم كريم العربي فاعل جمعوي. مرحبا ومرحبا. نشكر اولا مغربية بريس اللي شرفتنا هنا في هذا اليوم. شكرا اللي احنا مدوزين في هذا العرس الرياضي الكبير ديال عصبة الوسط للكرة الحديدية. وبهذه المناسبة نشكر جميع الفاعلين وجميع الناس اللي ساهمت معنا من بعيد او من قريب. الشكر اولا لرئيس الجمعية السي محمد اللي تنشكره بزاف على هذه المجهودات الجبارة اللي هو تقوم بها، كذلك الناس ديال جمعية فضاء الضحى الرياضية. كما يعلم الجميع ان جمعية فضاء الضحى جمعية فتية، جمعية يعني يلا هذا العام الاول ديالها، اول تظاهرة، اول مناسبة. تنطلبوا من الناس انهم يساعدونا، الناس ديال الحي تاهما انهم يكونوا تاهما معنا في الخط. وهادشي اللي غادي نقولوا. وشكرا مغربية بريس، وشكرا للناس المنظمين وجميع الاخوه اللي ساعدونا في هذا الدوري اللي مقام الان بمدينه القنيطره. سؤالي على الشكل التالي، انت كفاعل جمعوي هذه الجمعيه، جمعيه فضاء الضحى الرياضه، سمعنا بان من خلال الزياره ديالنا بانك تقوم بمراقبه كره القدم، كره السله، وكانت الجامعه كتعاونك الجمعيه، عطاتك الكوارير لكره القدم. شنو كتقول للجمعيه الملكيه لكره السله؟ وشنو هي النصيحه، شنو هي الرساله لك لهنا حنا على المباشر باش يعاونوا هذوك الوليدات؟ اولا تنقدموا الطلب ديالنا حنا، لان فرق عندنا ماشي ان في المستوى ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وانما عصبه الوسط. الناس ديال عصبه الوسط حنا ديجا ساعدونا، ديجا كانوا يساعدونا في الجمعيه الاولانيه، كانوا يساعدونا لعب، درنا دوزنا نيدو العام الاول، دوزنا نيدو العام الثاني والعام الثالث، كانوا يعاونونا الناس في الرئاسه القديمه ديال السي الحسوني. لهذا نرجو ان من الله ان العصبه ديال هذا التفت لينا، تجي تشوف عندنا اطفال، عندنا جمعيه اختصاصه في جميع الرياضات، عندنا كره السله، عندنا كره الطائره، عندنا كره اليد، كذلك كره القدم. لهذا احنا اللي تنطلبوا من العصبه هو شويه ديال المساعده وشويه ديال الدعم، دعم معنوي اكثر من ما هو مالي. وحنا على عتبه شهر رمضان المبارك، ان شاء الله يدخل على المغاربه بالصحه والعافيه، اللي كتكثر فيه الرياضات. هذه مساله ديال ان الجمعيات هما اللي خصهم يضامنوا لهذه القضيه هذه، باش تدوك الدوريات اللي تيداروا في الايام ديال رمضان يدوزوا بسلام. لان الا كانوا منظمين من تحت طرف الجمعيات تتكون الامور غدا مزيان، ولكن لا كان غير هذا، راه حنا عارفين الشيء وقع. وتنشكروا دائما مغربية بريس، الاخ حكيم والاخ نبيل، تنشكرهم بزاف على الحضور ديالهم، ونطلبوا من الله التوفيق للجميع. هذه قناة المغرب بريس، العرس الرياضي هنا بمدينة القنيطرة، ومعنا السي حاتم برقية برلماني ورئيس جماعة السي عليا اللال التازي. سي برقية مرحبا بك وألف مرحبا بهذا الحضور. سي برقية، تكلم لنا على الكرة الحديدية وأنت مولوع بهذه الكرة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر المغربية بريس على التغطية الإعلامية ديال هذا المهرجان ديال الكرة الحديدية بمدينة القنيطرة اللي تنظمو جمعية فضاء الضحى، صراحة لأنه عرس مهم وكاين مشاركة على الصعيد الوطني، يعني كاين منافسة على الصعيد الوطني، وهذا شرف لينا حنا كمدينة القنيطرة وكأبناء ديال المنطقة
وديال المدينه باش يكون هذا العرس هذا وهذا التنظيم بهذا المستوى هذا. يعني تنشكروا هذه الجمعيه هذه على هذا التنظيم هذا المهرجان ولا هذا العرس كما قلتي ديال القرى الحديديه. بالنسبه لي انا قبل ما نكون رئيس جماعه ولا نكون برلماني عند دائرة ديال قنيطره، انا كنت رئيس جمعيه ديال كره القدم ومولوع ومن المحبين ديال الرياضه بصفه عامه. وهذه الرياضه الاهم فيها واللي تيعجبنا واللي تشوفوه حتى هو تلقى مشاركه ديال جميع الفئات، تلقى مسن حتى هو ديال 80 عام 90 عام حتى هو تيشارك، تلقى الشباب تيشاركوا، وهذا شيء تيفرح وتيفرح حتى الرياضه بصفه عامه بالمنطقه وبالوطن ديالنا المغربي. انتم كبرلمانيين سي حاتم برقيه، ما كتفكروش في واحد الدراسه اللي ديروها في البرلمان بان الكره الحديديه تتعلم في المدارس للاطفال؟ بالفعل، يعني الرياضه كل ما تنقولوا الرياضه تنقولوا العقل السليم في الجسم السليم. كل ما كانت الرياضه هذا وتا في البرنامج الحكومي اللي تيسطروا مني في البرنامج الحكومي اللي جا فيه السي عز الاخنوش السي رئيس الحكومه بالنسبه للتربيه، بالنسبه للوزاره التربيه الوطنيه باش ترجع هذيك الرياضه ديال الاطفال، الرياضه ديال المدارس اللي كانت بكري اللي حنا قرينا في المدارس العموميه اللي كانت رياضه. حتى بالفعل يعني غندافعوا عليها باش تكون حتى هي داخله في البرنامج ديال الوزاره والبرنامج الحكومي باش ترجع هذه الرياضه حتى هي من الرياضات المهمه والرياضات اللي حتى هي تستغل بالنسبه للاطفال وبالنسبه لهذا باش نرفعوا بها كرياضه مهمه على الصعيد الوطني. السي برقيه، حبكم لهذه الرياضه وحبكم للجمهور القنيطري وانت من القنيطره، كيفاش كتشوف بعض الجمعيات ديال الكره الحديديه؟ هل هناك استمراريه في الاداء ديالهم؟ بالفعل يعني كاين استمراريه، كاين الجمعيات اللي تستمروش في هذه الكره، كاين لا كاين جمعيات، كاين جمعيات اللي هما غاديين شويه بشويه وغاديين، اللي خاصهم شويه ديال الدعم، خاصهم نكونوا حنا نواكبوا معاهم. احنا ان شاء الله انا بالحضور ديالي اليوم هنايا باش انا نساعدهم، باش انا نقول لهم مرحبا في اي حاجه، الا كان عندهم ملفات مطلبيه احنا موجودين نستعد معاهم. بالفعل وغادي نحاولوا ان شاء الله تكون لما لا يكون واحد الملعب خاص بهذا الشيء باش ما نبقاوش ناخذوا فيه الملاعب اللي يكونوا عشوائيين، تكون واحد المقر خاص للكره الحديديه بمدينه القنيطره. هذا الشيء ان شاء الله غنسقوه مع رئيس البلديه ونسقوه مع السلطه الاقليميه ان شاء الله هنايا باش يكون واحد الملعب خاص لهذه الكره الحديديه بمدينه القنيطره. ما جاوبتنيش على السؤال ديال تعليم الكره الحديديه في المدارس، هل هناك تفكير بالنسبه كبرلماني واش تتفكروا في هذه القضيه؟ لا انا قلتها لك في هذا غادي ندافعوا عليها مع وزير التربيه والتعليم ان شاء الله باش من يكون عندنا لقاء معاه نعطيوه هذا الاقتراح، اقتراح مهم وغندافعوا عليه باش هي تكون من 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 الرياضات اللي تدخل هي في البرنامج ديال التعليم. بالنسبه للمرحوم ريان، شنو هي الرساله كتوصل للعائله ديالو بهذا الموت المفاجئ؟ احنا كمغاربه تعثرنا. احنا كمغاربه صراحه اول حاجه غنحييو القوات المساعده، نحييو الناس اللي هما كانوا في الصفوف الاماميه، لا بالنسبه للسلطه الاقليميه تما، لا بالنسبه للوالي، لا بالنسبه للمتابعه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو بهذا الملف، كان متبعو يعني بكتاب وبنقطه بنقطه. صراحه حنا كاع تاسفنا لانه بدل واحد المجهود كبير وبينوا بانهم المغاربه بانهم تيضاموا، وبينوا المغاربه بانهم لحمه واحده، وبينوا المغاربه بانهم شعب واحد، واللي تقاس فينا راه حنا كاملين ان شاء الله تنكونوا متجندين كاملين. صراحه ما بغيناش هذيك النهايه تكون بهذيك الطريقه ديال الوفاه ديالو، ولكن الرساله اللي كانت واضحه بانه راه المغرب راه هو دوله عندها امكانيات، عندها يعني ما يمكنش تسمح في ولو في شخص واحد الا راه داروا اللي عليهم. ونتمناو ان شاء الله يعني هاد التلاحم يزيد اكثر باش ان شاء الله تكون اي حاجه اللي نكونوا نتسرعوا في الوقت المناسب باش ننقذوا بحال هاد الاطفال هادو، ننقذوا بحال هاد الكوارث الطبيعيه اللي تجينا في المغرب، اللي غادي نوصل هو تعازينا الحاره لهاد الاسره هادي، تعازينا الاره، ماشي غنقولوا لهم ولدكم ولكن راه هذا ولدنا كاملين. كنا المغاربه خسرنا هذاك الولد اللي صراحه تبدلات واحد المجهود كبير، ولكن مع الاسف الشديد ملي جاتنا هذيك الصعقه ديال هذيك الوقت ديال الوفاه، راه المغرب كله هذيك الساعه كل شيء تيبكي، كل شيء سكت، كل شيء بقى غير ساهل، لانه صراحه كدير واحد المجهود وبغينا النهايه تكون احسن من هذا الشيء. لهذا انا لله وانا اليه راجعون. لكل بدايه النهايه، كيف يختم السي حاتم برقيه البرلماني الحضور ديالو لا يعرف الغياب في مدينه القنيطره في جميع التظاهرات؟ ديما حاضر، دائما المساعدات ديالو بالفروق. السي حاتم اخر كلمه
اللي كتقول تقولها لهاد الناس اللي جاوا وعلاء السفر من جميع انحاء المغرب، شنو كتقول لهاد الناس هذا؟ نعم، كنقولوا للناس اللي جايين بعدا من مدن اخرى، مرحبا بكم في مدينه القنيطره، مرحبا بكم عند الجمعيه ديال الفضاء، مرحبا بكم عند القنيطريين. وكما قلتي في الكلمه ديالك، حنا كنائب برلماني تلقوني دائما موجود مع الجمعيات المجتمع المدني في اي تظاهره رياضيه ولا ثقافيه ولا فين غيلقاو الدعم، راه حنا غتلقاونا موجودين ان شاء الله معاهم. اللي بغينا نقولوا هو الجمعيات ديالنا حتى هما يرفعوا من المستوى باش نحاولوا كمجلس وكبرلمانيين وكجمعيات المجتمع المدني باش نكونوا كاملين تنمشيو في خدمه واحده، وهو مصلحه ديال القنيطره، مصلحه ديال البلاد ديالنا، ومصلحه ديال هذا الوطن ان شاء الله على اساس. طاقم مغربي بريس حاضر معكم هنا بقوه. نشكر السيد حاتيم على هذا اللقاء الصحفي، وتتمنى لك مستقبل زاهر. شكرا مشاهدي الكرام.